ست العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلت وزاح منها صوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي بالله خوف لي برا خوف لي حتى اللي عدى الولا قلبي بالجرح ويبرا. يا حيونا يا حيونا بوني فوق شدك شونا يا حبوب يا حبيبي خوني هوني جايب له عم المرار يحب يجيني من دار. عملت لي عملة ورا عملة ما عرفتش نامي يا هلا الله والله يستر معك. سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة. يما يما بسم الله عليك يا يمي سامحني يا يا طيبة يا مالية يا مونجي قوم جيب لها الدواء وخليها ترتاح شوية. أجل بليش قال لك الطبيب حالتها مش مخطرة؟ قلت لك يا مونجي حالتها مش مخطرة مفجوعة هذا مكان يروح جيب لها دواء وروح تخدم على روحك تقعد هكا نهار كامل شد لها راسها. بالله يخطوني انتي وكي تقوم تلقانيش بحبها. ايه تهنى الحربوشة اللي عطاها لها الطبيب هذيك باش تخليها ترقد نهار كامل وحتى لو كان تنوم انا وحياتها انا معاها. هيا قوم مياني جي لا أخطأك يا فضيمة لطف عليك يا مونجي. نعم يا عمين ولي بعدين يا طيبة اللي بيش اشتحش في روحك يمي ما قدليش عال قديش صورت البارح. يا حبيبي يا فيقة شدت لقول بنجة شدت لقول. حياتي ما قلت ليش كيفاش ندير مع المونجي زعما نقول له روح ولا نربورتيوها الويت ربورتي فيها قل له يجي مرحبا بيه و امي لبس عليها هشنو فجعة صغيرة زيدة باش ترمي عليها القاتلة. يعيشك يا حيوت شحال نحبك. اسمعي دوك نعيطو باش نقولو يجي. يا حبيبي يا اخي شبيكم تغزلولي هكا يا اخي انا وجعتها بلانيا الله غالب انا ساعتها مانيش في عقلي وبصراحة بصراحة خايف من عبيثة. عبيثة؟ توم تحشمش راجل بطولك بطنطولك وخوافة وتقول عبيثة؟ العيب مش فيك فينا احنا اللي عملنا عليك. انا بصراحه الحاجه اللي نكرهها في حياتي هو الراجل الخواف. تعرف يا المونجي انا نقدر ندير دي كونسيسيو على كل حاجه غير هادي. نصحك يا خويا العزيز روح روح داوي روحك ماراكش نورمال. يا خويا روح روح داوي روحك اي غير سميني من الكحه الله يلقي كيف ما لا تربحك ما حكيتيش انت حكايه الدور في المسكونه ما يجروش فيه ملك لنا. ايه اضرب لي البلع اقعد غيتي انا ليلاني يما هيك ليلاني السلام عليكم سي بابوش. يا لبس الفام دارك زين اخوي. نشري الامور وين بنت البارح في محطة برشلونة؟ ادي لا برشلونة لا براراوة بتكاب على الكرسي في الكيوسك اللي تيم يا ذاك هو مالك ومازالك يا ابن عمي ما كنت مسخن كتفك بيماك يا روح تعاد واش سي بابوش راني نسيبك تولي تسيب لين يماك هنا فرطاس ومالك سخشية ومساتك حشيت سي بابوش والله راك بحال خويا والله الذوب 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 يا ولدي بالذي لا 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 وكتجي ايدك خضر لا عاد نمنك خلاصنا
متسالش ناكل معاك نتشا والله جيعان. نتشا؟ لا يا اخي ما عندكش فلوس انت؟ برا فندق خذ اللي تشتهي واش طعمها حتى في نتشا خبز بالزيت. الله مبارك. واش عملنا في القضية متاع السيكو سيكو؟ قضية متاع سيكو سيكو؟ لا واش بيه خاي سيكو سيكو؟ مستدعيني في جاك المرسول؟ عود بلدي لا 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 هو الحالة متعبة أصر شعرات تاعو حتى النهيق ماش قادر جيناك يقول كيلو لي معوك يمعوك؟ لا يا أخي فقد الذاكرة دار فيه عند مرض نفسي بلا ببيش شريك كان رجعوا معنا لنا رجعوا؟ وين انت رجعوا؟ خذ لي 300 مليون تحب يرجعوا انا نفرح بيه؟ يا ودي عندك الزر عندك الزر انت كي ما كتبتوش ما واش رايك سي بابوش كان نعملوا معاهد سلام ما بيننا وياه معاهد سلام خلاص ليه يا خويا تشوف ياسر عرفات تنسى انت وين سمعتها الكبه دي؟ سمعتها في التلفزه اي مالا سيدي كيما في التلفزه نيسان صهيوني من صهيوني انت ما تحب وعد سلام وانا ما نحبش ويا حرب حرب ايه ايه الحمد لله يا رب الحمد لله حاجة سي فهم احسب حسابك بالنواقة راك باش تعود تخلص معايا الكرا كرا واش كرا دا كيك تحسبها مسيبة مساكنك على رحمة والدين اخويا ماك تاخدي ونصرف الفلوس خلص على روحك واش بتوفيك نا مالا ايه عليك بس الحال الزون هرب مالا هاي كان ما نضربكش بالكملاوي نخليك تصف التراب انا ما عادش نسمر فهمكم مالا وتو نضربها فهمت ضيع من لحية الدخف داك عليك عرس بسلفة مردودة سي فاهم اضرب تو الملح شط وزقط عليك القط اش تغيب يا هاي اش تغيب ينحجمها بقزازة كان ما نتوبكش بس الحلزون تعرف علي باش لغيمك كله يد شيطانه في جيبه الله يملح جلدك ان شاء الله انا تانت وحشتك بزاف عايه داكا دوك نسلم عليها بيزو باي باي بوجي راهو يسلم عليك يا حيوته بزاف بزاف يسلمك ويسلمو فرحانه وعلاش باش نفرح نورمال هو شبيك يا طفله شنو زيده باش تطلع فيه نبه الراجل هذا زيده هذه تبارك الله كامل وما ناقصو حتى شيء يا حياه صح راني فرحانه بصح ما فهمتش حسيت هكا حاجه في قلبي ما راحش تخليني باش نفرح بزاف بسم الله العافي وشنو هي هالحاجه اللي في قلبك على خاصة المستنسى على سعدي يا حياة كل من حب واحد ولي يجي يخطبني واحد ديما النهاية تعيسة هيا يزيني بربي هيا لنسميك حجيلة دراما باش تردوا مسلسل مصري بالصيف يا حياة هم بلوس البارح حلمت بواحد الحلمة والله ربي يستر إن شاء الله خير احكي لي شوفي حلمت وانا قاعدة في وسط الدار وانتي وطاطا دايرين هكا بيا في زوج اي ولبسة واحد الصباط الشباب بزاف وفرحانة به يعطيك يا حجيلة تعرفش معنيها الصباط في المنامة معنيها راجل نعرف يا حياة اي ملكي تعرف عليه ماكش فرحان على خاطر الصباط كي لبسته مشيت به شوية وجعني ايه سيلش مسيلش شوف الصباط والراجل كيف كيف حتى كان ما جاش قياسك طول الوقت يستيسع وياخو فورمة ساقك بالضبط زعما دوك نشوف امي واه 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 امي شبيك انت مش قال لك الطبيب اقعد ارتاح الطبيب يقول لي حب وانا نعمل اللي نحب عييت تعبت ايه تاتا قولي كيفاش راكي تحسي روحك صافا شويه لاباس تعرف يا حياتي تو كنت نحلم بيك ان شاء الله خير وانت في خير الخير انا ريقده وربي ما هو ريقد شوفيك هكا تميل وتستعدل في وسط الدار
ولابسه زن صباط يا حياة، صباط لونه أحمر يهبل ياخذ العقل. شبيكم تضحكوا؟ لا لا طاطا ما كاين والو. أمي الصباط هذايا ضيق عليها شوية ولا قد قد قد؟ الله وحد عليك يا بنيتي، شوف تقول مطلع بالذمة ليك انتي. اش قولك؟ فيش اش قولي؟ بالصباط يا ديني. واه يا اخي انا حلمت معاك امي، كيفاش نعطي رايي في مليمه حلمتها انتي؟ ودي تعرفش معناتها صباط في المليمه؟ ليه ما نعرفش امي؟ معناها راجل. يزي صار صباط في المليمه معناها راجل. منا؟ ايوه هي امي به الصباط به، اما لونه الحق الحق. شبيه لونه يا حجيله؟ خايب صباط احمر. لا لا يا طاطا شباب بزاف بزاف صوتو الاحمر، وحتى كجضية ما يسالش مع الوقت ياخذ الفورمة. هو نحي لي اي ننحي لي زوج، هو نحي لي السنة ننحي لي زلسة، اعطيني بتاش ننعطيه تشين. شتعمل فيها مقبلة وانت تخمتب وتكتب؟ الله يدرسه بقعد نحضر في خطة خزن داي. خطة شنو؟ تكتيك تكتيك البابوشة غلب عليا ابن توبة. بيه وش عمل لك بابوشة؟ صحتني البارح في الليل بتقاب على كرسي في السراب. بيه وشنو الخطة يتحضر له فيها؟ خطة 7000 يبدأ زين سيب الأزرق ماشي هكا، هو يتلفت لي وانا نلقد له حد، هو يعطيني جنب ويمشي وانا نعطيه بوحدة بن وحدة شوش بعد نصرف كبزوز ونحتفل احتفال كنغاري. هاو جاب الله عليك يا درسات. عايشة لاباس؟ الحمد لله. ايش اطفالك وقت تدرب فيه؟ مشروع جديد؟ المشروع الاول هنا انا قاعد، حط صمت القسم. اي لا نبلحك، ماني نعرفك عدنان. لكن جيت بنوطة، لازم تسمع حاجة. خويا كان تحبني نمشي نمشي راه. وين تتمشي؟ لقيت على كتر. نمشي نشوف مضرب آخر كن في راسي ونخليها لك واسطة. والله سي بابوش انا حاضر نعرف كسرنا عليك ها هنا ها خميسه ها ويما ها باي بلادي. لا 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 هو كان جو عندي نساب كيفك انت نطر شكلي عارف. تعيل كي جيت نتحلل فيك وقعدت وقعتك دورت سليم ودي بلادي. لا 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 ولا من نعتك به انت بهيمك وكل الناس لازمت مليون. خويا ما نسيتهاش هذايا، مش قلت لك راه سيكو سيكو هاش مسكين زيلة بكمة. هذي كنت تنساها هي يا ودي نحكيها الحفار قبري. وقلت لعل انت في املك بلاستيك وين طالي يعني الا ما نفدي فيك القديم وجديد. اخي انت انسان حر، لما كنت كشد صحيح نعمل وفقه. وفقه؟ وفقه ويش؟ هلا ويش انت تعمل اي حاجه انا نعمل لك حاجه ثانيه. اي لانك قد تعمل اعمل صح ما تنغرش. لا 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 ما ننغرش. هما لهات العهد نتاع الوفقه. يا ولعيه اسمعني، تلقى فيها الضربة ما تروفش نفس انا كيف كيف كي نلقى فيك ضربة ما تروفش. تهلا تفهم تمشي تدور في الحياس. لا 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 ما ندورش سيدي، كان عطيتك كلمة صافو صافو. يا ولدي راني راجل مش لعيب مش نقدر نرقص. اسمعني ما نقول لك بابوشة الطير الحر كي احسن ما يفرفطش. لا لا غير ما تفرفطش انت بركة. بر بر هجوك لهنا بر. تنشوف السي الحلزون مش خليك تفرق مش خليك تبرفق اصلا. اصل المنظر مشي لي السوك بريس نحل بها مخي باش نصرفك نصرفك. منشي منشي انا عم باش فما ايش وين ميش؟ ميش القصبة عندي ارتشون ميش نخدم على روحي يا بنتي. استنى نجيب لك القفة وقبل ما تمشي الحانوت امشي اقضي لي الفطور، اليوم عندنا ضيف. ما نمشيش انا، مازلت مشيت وشريت الدوان في طيمه مشيتي. تم انت من الصباح انا يا ربي الحانوت مسكره هكا باش نبدا الجمعه الاولى انا بالكركيره. واه والضيف شنو عمل له انا؟ نحط له صحاين هريسه بالزيت ولا شكون هذا الضيف هذا؟ منجي. شروات الشبيبه هذاك اللي تبع حجيله رجل دوك ليش باش ما نمشيش انا؟ هذاك الهريسه يصير فيه. واه اسمع ما تعرفش كيفاش، شنو رايك بعد شوي نجي ناخذ لك سكروت بزيت الحكم من صاحبي فاهم؟ ها؟ تستنى يا منجي، استنى بربي، انت شنو هي توا شكون باش تقضي لي القضية أنا؟ حياة، شبيك مع المنجي؟
قال لي ما نجيبلكش القضيه، يظهر لي غاير. نورمال يا حياه، روحي شوفي بابوشه ولا الفاهم. اي أيوة والله فكره. اسمعي انا نروح الحفاف نجبد شعري ونجي. صحه بالمسبق حياه. اي اسمعي، ما قلتي ليش عجبك الفاضل ولا لا؟ لا تدكك انت يا وقبيله ترمي عليا في المعنى قدام امي. حياه انا وقتاش؟ وقتاش؟ وقت لي امي حكيت على صبات الاحمر وانت قلت حتى كان ضيق يخو القالب بالمده. علاش عليه مسكين يا حياه؟ ولا انا بصراحه عجبني. بون سي فغيك هو قصير وسمين وفرطاز وشلاغبو يشبهو الشلاغب تاع ببوشه وعينيه هكا احول. اما والله يا حياه هو تخو سمباتيك، سورتو كي يضحك سنيه طايحين. اخرج 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 عليا، كان عجبك خذو انت. علاش يا اختي؟ انا عندي المنجي نتاعي ربي يخليهولي، حتى كان ضيق كيما تقولي انت توا ياخذ القالب. اسمعي حياه يرحم بابك، بعد العرس اللي هاي بحوايجو مسكين سي تقولي جابوهم لي زاني 80. اسمعي انا عمري في حياتي ما شفت راجل كرافاته نتاعو اطول من سروالو. لا لا يا شباب انا حكيت وفين غير ورول دابا غير جبت ولا يا ودي ما يكلمك. نعم بالله حشم هاي ان شاء الله تتنحروا الحشمه وتتلقى لسان ويلي يتكلم. بي اسمع اسمع ما تعلق يا ودي زي ما زيد ما تيجي حوده راهو ياك الحوده الكحله هي اللي تاكل فيهم يا ودي. وليه يا ولدي ما مين فيك انا؟ اجاني 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 يزبك تشوف لها حل داوي. باي 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 اللحكايه ياوي كان نهار تموت حوتها صورت برشا انا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي، مرحبا. تفضل يا سيدي. الله يسلمك. جارتنا البركه. ميرسي ميرسي الله يسلمك. عرفتني؟ والله بصراحه ما عرفتكش، اما هكا قلبي يرتاح لك. انا هو بوالام بوالام شخص. اش يقول بو علي الشوفير نتاع العيشي؟ مرحبا مرحبا. حاجتك بحاجه باش ما نكثرش الهضره، انا جيتك سبيسيالمون سقسيت عليك في القهوه. ايوا باش نهضر معاك هكذا تيت اتيت ان شاء الله خير. الحقيقه قضيه خطيره، قضيه حياه او موت. يا حبيبي يا حياه او موت، والله شو نقول لك، نعاونك ما بلي نقدر. في الحقيقة وبكل روح مسؤولية وروح وطنية أنا نحب حجلة. حجلة؟ اللحمة معنا، الفريرة جعلنا، البابا غيويت، غنلويت. أما الحجلة ارتكل لما نسلم بدينا شنفمو فيه يا سيدي. أما نحكي لكش على حجلة الطائر هذاك اللي يطير. نحكي لك على حجلة الشاب هذاك اللي يسكن في طاركم البولة هذاك. نعم نعم نعم. حجيلة اسمع تقلب منبر من قدام يا ودي اخرج عليها يا ودي اخرج من طارق روحك بلا نحكي بقدي حجلة ناقصك انا يعني نبي يا ربي طيمة مريوة تقليت لي حودة من بعد جايدي السيد قال لي باش نخدمك في حجيلة ايه فيا يا قطوس عطينا عشاك صباح الخير سعيدة لالا مرحبا نسيش نعمل طلع ملا تعمل طلع وحدة دورة بارك الله صلي عني بي محليها ما بنيها عم سافر وحمي ما شاء الله تبارك الله تبارك الله ما بنا وحوت زيدا ومحلي الحوت ما بنا الحوت عديني بوسا نعم ملا قنا تحيي يا حبيبي يا ولد ابو رحمد مويا اللي دينا بالله ما لقيت وقتاش تتكلم انت يا ودي وراح مدبوي على عزيز غولي بس تقول كلمه مش بلا صدره مع الكليونات نسيني كلمه ما نقصهولك انا يكذب والله بلادنا سمحه ياسر ما بهاش عادي نار ذي القروان معروفه بالسمعه نتاعها ذي توزر ولا دوز صدقني يا ربي هز ليك هز ليك ذي عاد الحمامات اركض يا الاشهب استغفر الله العظيم شداني تول؟ شقيت نداني قاعد نعرض هاني نحاضر في رويحتي ثم شكون جاين اليوم هذا مش خادم اليوم لا مش خادم نهار فيشتا فيشتا؟ هكاك فيشت وحدك اليوم فيش تخاص بينا سميت عيد الحرب انت اصل روحك انا اصل روحي بابوسه بابوسه ها اختي حياه لاباس عندك حق الحلزون هانم ماكش تعرف شو استنى فيه
كان ما نعملكش فضيحة بقلاقل أنا ما بقاش المعلم فاهم. روح يا ولا جيب قهوة للمعلم فاهم. صرفة طو هكا يا خالية، ما تقولش عندي بنية أختي في تونس مش نطلع عليها. والله إيش باش نحب نقول لك يا حياتي، أنت تعرف لي الوقت صعب، وحتى حمادي كان ساعة ساعة يجي يطلع علينا ويهبطني معاه، توا لم قال يجي ليطل. ما لجيت في الترينوة؟ أما ترينوة يا فتيمة، جيت مع هيك ولد غربال في الكاميونة وهبطني في راس الناج، وبعدين مشى هو يقضي في قضياته، وقال لي إن شاء الله في العشية توا نجي ونهبطك معايا. وهو شبيك يا خالي؟ هذا الكل زربة؟ تقعد بحثينا الهايرين ولا ثلاثة يخد الدنيا بشطيرة. والله ما نجم يا حياة، ما نجمش وما نجمش أخلي جنان وحده لو كان موش فطيمة. حياة عايش بنتي الفطور على الغاز برا تفقده. بيه بيه وخي قد ما وصيتك مش ما تغلطش، هي هي وزرفت قديمها. الله غالب نسيت. هيا ما عليناش. اسمع أنا بعثت لك باش تجي نشوفوا شنو نعملوا في حياة. اش بيها حياة لاباس؟ مريضة؟ لاباس عليها لا مريضة لا بيها شيء. أما عاجبك حالها؟ طفلة صغيرة الصغار قاعدة هكاكا هجالة، واش يلزمها ولد حلالة؟ إيه اش تحبنا نعملوا لها؟ هاي قالت لك هي ما نحبش، ناخذوا لهاش يا راجل بالصيف زادة. يا خالة كيف هو؟ أنت في بالك اللي ولد رقيق تكلم عليها؟ لا ما في باليش. يا سيدي الراجل عينيه باش تطلع عليها، هات تقوليه برك، وهي عاملة مولا الدار مش هوني، قالت لك بعد حسونة ما عادش تاخو راجل. اسمعي يا فتيمة، أنا نقول لك الحقيقة، أنا حياتي نعزها ونقدرها، ما نحبش نغصبها على راجل بالسيف زادة. يا محسن ماناش باش نغصبوا عليها احنا، أما باش نحكيو معاها ونفهموها لعل جينا ثنية. عمي محسن اش راك؟ حميلة عسلامة، اشني احوالك؟ لاباس عليك، اش احوالك؟ اش عاملة؟ اش احوال زهور بالله؟ ايه راك شافي عليها؟ عمالها تتنساها هذيك؟ صافا الحمد لله راهي فيها. الحمد لله لاباس. ليلى راني جاية حياة، اسمحوا لي دوك نولي. هذي عرستها؟ لا لا مازالت خويا. ايوا مازالتها. أما اليوم بركة خطيبها جاي باش يفطر حذينا تو تشوفوا. صار هي تخطبته. ربي يكمل بالهنا والخير إن شاء الله. قل لي خطيبها صغيرة؟ صغير خويا صغير. أصغر مني أنا؟ لا لا يظهر لي بيناتكم أنت تزيد عليه يمكن عام ولا اثنين بالأكثر. إيوا هي باهي 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 لاباس لاباس إن شاء الله لاباس. وشني رايك سمونجي زعما تزيد تضرب ليش دانا فانتازية؟ فانتازية؟ شنو هي الفانتازية؟ يا ولدي بالكولير داني ليه يا سيدي يا مسيولي يا مرحوم السلامة زيو بزيو ككوك 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 من فوق هابطين حتى السيس وكل زيك على كولير. اسمع شو هو كان زيد نصور فيها ميكي موس مش خيرة؟ خل ما عندي روفة أنا هوني يا حبيبي يا تقول شوية ما كيتي 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 وين اللي معايا هذيك؟ ملا كعبة وهنا هذول كل هذول مقازان ملكنا خش. سلفيك علاش المقبيل يقول لا يا عندي شكون جايني؟ ماشي يا حليتو نرحمك بويا خطيني البابا غايب قال لك يا فرطوس تعرف يقول اللي علمه فرطوس كيف يجيني خلاص يا حمانية هذا الزينة فين؟ خش يا بنتي خش. واش رايك؟ شنو هو رايك؟ فانتاستيك جود هاي حتى انا اقول نقود لنا ما كذا ذي امتاعي مسكن بن عمي مسكين زوال اسمه بابوشة فرانكلير دورو نو سانك نو ما نادي سفاه نارك قولوا لي ياك معرس اسمع سلحة لزن التنسيان مضي بي راهو الماني كاش تربط ما عنده شنو دور ريح من زلفه؟ ومن خالتي ما تورستي لك الكلام شو اللي عارفه تورستي وش الدنيا هنا ما تحفارده هو قديش بك تعيط كلم بالشوي ما 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 تم شيء ما تخافيش منه راهو ما ما يعرفش هذا يا بابوشه لحكتك عليه باشوشه باشوشه نو نو باب
بوشه نسيبي لازرق بلو. You are beautiful. بو. لا ماشي بو. مازال ان شاء الله ربي يسهل لي. عندي الخميسة 5 سي فرير. دور راكدة في سبيطار القصاب. قصاب. بالبوبيل بالبوبيل بالبوبيل. ترجم ليك. بارك الله فيك يا سي فرانسوا. اختي بالسوري معناها سي فرير. ولدي اختي بالسوري معناها سونسور. سور سور ماشي. حجر ولا طوب. يا ود يلا عاوننا على الصياح يا ديك ربي. جينيفر سيكو سيكو تصويره فوتو 10 دينار. بابوشا زوز دينار. نور مغلل لبين ب 10000 ولا ب 2000. اسكت بعد الكات انا نعطيك 50%. طور خفراك هاك وخلي التورستيه تصورك على الجيل هما يموتوا عايش لغيم الفار. جينيفر نمشي نجيب جازوزة بشبوشة يشرب جازوزة بك 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 انتي تصوريه فوتو بك 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 بجاه ربي جمال توزر تشوفيه قديم قيزي بخشي بخش هذا قهو يقول لك شبيه السياحة وقت لكبوت جينيفر بشبوشة ذا مقاربة. كثر ما عليك ان شاء الله. يو توا كم سا ربي يخليك. اسمعنا بيبيش نمشي نوصل البنايه للسوق تو نرجع لك ونتحاسب. باهي ها سلم عليه سلم عليه. سلام باي باي. هاي باي باي بشبوشه. روحي وقت عزيزي حضرتي عروستنا. عروستنا شو بيك تاتا نزل ما صار حتى حاجة. حبيتيني من دوك نبدا نحلم. وعلاش ما تحلمش يا ليلى؟ مش قلت يحبك؟ ها هو قال يحبني مش أنا. توا بعد الفطور نقعد نحكي معاه ونقول له وقتيش. وقتيش شنو تاتا؟ وقتيش العرس يا ديني. شو بيك تاتا يا حبابك خليني نزيد نخمم شوية. مازال ما هضرناش على لافامي وش بيك؟ مش عندك فيهم؟ أنت باش تاخذوا هو ولا باش تاخذوا فاميلتو؟ فوق هذا ودونه مش قلت مايمتو توفيت؟ كمان نزيد نخمم شوية. علاش تخمم لالا؟ أنا لدي باش تشروبا. قالك تخيل روحك مازلت صغيرة، راك قوست في قاع على روحك. وشنو هي هذه قوست تاتا؟ معناها مازل لك شوية وتبور. نورمال ما يقلقنيش، مش أنتوما اللي تقولوا شغل الملاح يبطل. نور عليك، اللي يستنى المليح يتعب بنيتي. هاو عندك مشطرة المنجي ولدي في الدار. كان ما صارتليش في الحلقة الأخرى متزوجة بالمنجي يا حبالي. يما عليك شبيه المنجي ولدي يا للا شنو يقصو حتى تشوف كي يلم فليسيته ويقد روحه يا ذنوبي كان مازال يخزر لك. هاي تلم تلم لف روحك في ساعة. لا عاد كان يزيد المنجي ما يزيد شي يخزر فيا بالكفار غير نروح ندفن روحي حية. السلام عليكم. أهلا بصاحب المنجز. سمعت لاباس اليوم. جيدة سي شبيبة. هلا لا تربحك. البارح حكي خرجت منا وأنا صار فيها العمر وما صار. واش؟ نقول له إيش طلع لك لعبابي؟ لعبابي هما عبابي في سكتها. يا ودي الكراسي تجيب له حدا وبيبان تتربخ والضو يقص ويرجع وحده. أنت ليلة كلبة البارح، ليلة كلبة. حتى شي حتى شي هذاك تقيك من الخوف اللي تستخايف. أصلا معمولك الربي، معمولك الربي شد حكايتك عندك ما عادش تحكي لي حتى حكي لي أنا، فهمت ولا لا؟ أنا مغلل مش أنت قلت لي خرف لي خرافة. إيه أنا قلت لك خرف لي خرافة مش حكي لي فيلم راب. دمومات وروس وعباب الست تكور ولا تلعب في البيس. اخرج 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 علي اخرج باش نسكر تو اخرج. واش فاتك المنجم؟ ايه فيه؟ اسمعين اسمعين. اسمعين صاحبي فين؟ بالله نحب نسالك شكون اللي شفته معك الساعة؟ ذيك هذيك صاحبتي جينيفر. لا حبيبي صاحبتك انت؟ ايه لما كنت اصحاب مش كما عندكم هنا في تونس كما القرة غير لله في سبيل الله. فهمتك فهمتك.
صبيه وانا معرسه هي. لا ماشي معرسه. لا فين لا؟ يا ويلي انت علاش ما تقليش علينا؟ اش كنقول لها لك انت؟ نحكي لها الحانوت. يا ودي انا الحانوت. كلم علينا كلم علينا. اي واش باش نقول لها لك انت؟ تعرفش تقلي لها فهيمه؟ قلي لها عندي صاحبي عازف ولا واش في مراه؟ تنقل لها هي تلوجك على مراه. وعلي يا ودي قلي لها صاحبي المنجي يحب ياخذك. انا راه مغلد المنجي. تاخذ جنيفات. يا ودي هذيك ما تعرفش تحكي بالعرب. بالله بالله. يا اخي مش بيك انت تحكي معه وتفهمك. عشان انا خلق ترشتي انا فهمهم ويفهموني. فهمتك. عسلامة. عسلامة. عسلامة بنويت ربي ينجحكم. عايشك. طول من جلاش تاخذ فيه واحدة قورية. اما بنويت بلادك الزين والعين. بلاي بالله انا تحبي ناخذ بنت بلاد وانت تاخذ قورية. يا ربي يا ربي. اسمع يا فهيم. يا اخي ما جابتش معه حتى كعيبة شينا. لا لا. ها بلح. جبت معها واحدة تشبه لها. بالحق يا صاحبي كلها تكلمت يا اخي بنيسي. كنت تقعد رايد نكلمها. يا اخي ولا صاحبتها يا صاحبي. لا لا جداها. جداها؟ وراب على قلبك انت جداها. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش نسيب لازمك؟ ثم بيوع ماشي اليوم. والله هو من ناحيه ماشي ماشي. هم كنت وشبعت هذيك هي الحاجه جايه. شبعت؟ بعت طب تعرض؟ لا لا بعت حاجه ما لها معنى وزيد فايت فيها 10,000. حاجه سريت عملول ب 80 دينار. وتو ما عادش حاجتي بها. حر مالي. هاي طلع ترى. بعت مساج له؟ لا غال. زيد طلع. مساج لم يجوده. طرف زم الجودة فيجي اننا دار من الجودة بات لي الاسترة بتاعي بات سلح على زون مر على روك واحد صفر لما كانت الماتش مزالة تواصل هاي باي متى سبت حد زفين هاطل عطل بالعطل معاط واش يا معاط هاك بتسويه ما قلتش ليا قبيله تريكس نيوك بشطر؟ نهار مغلف، بيع ليا الفالت كاميرتس نتاعي، وتحبسين نقسم انا وياك الفلوس نتاع التصاوير بشطر؟ شبنا نظبة؟ باهي سفاهة، باهي، هي، ما قلتش ليا حويجه. حويجه واش؟ ما قلتش ليا عسى روحك؟ خير لقيت لا ضيعت، انا هاني على رواحتي، وانت اعمل اللي تحب، انا الحم وانت السكين، والسلام عليكم. بابوشة بداش يذوب ليك في قلبك يا ودي انا بالذي لا 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 وكنت تفكر 300 مليون تلعب علي الدوخ لا يستاهل ما قتلناش يا عاد امينتك الله يرحمها بعد ما ولدتك انت ما زادتش صغيرات اخرين هذاك اللي كتب لي حاجه انا الوالده توفى وانا بيبي عمري شهرين الوالده قررت باش ما تعرسش عديت حياتها كامله وهي تربي وتقري فيا الله يرحمها اما خساره ماهيش باش تشوفني وانا فرحان ومعرس ومتهني وما عندكش لا اخوين لا عميم لا حتى حد لا لا عندي عندي خاله ما يعيش لبرا تنجم تقول مقطوع من شجره مسيكل امي الراجل جاي باش نفرحوا بيه مش باش نحلوا تحقيق على شجره العائله اسكي تعال روحك انت تلا في دورك اسمع نكلم فيك باش تخبيها كيكه قطوس شكره دويو يلزمني نحل عليك الكتاب ونسال عليك قبل فهمت ولا عندكم الحق لو تتحايروا عليها وعلى مستقبلها انا مش نحطها في عيني راهو تفهمنا على كل شيء نعرف انا اللغه فيها اسمع كيري ولا مليك انت عندي دار نسكن في دار العائله سي ان غروند فيلا في سيدي بوسعيد وبالخدمه تخدم مع الحاكم ولا وحدك نخدم وحدي حاجه عندي كابيني في لافايات وساعات نعمل ضربات في الكلينيك تهنيو مش نحطها في عيني ما نخليها محتاجه لحتى شيء وعندكم فلوس في البنكه منجي قوم امشي لحانوتك ما عادش بكري عليك قوم بيه الله يبارك حقا افتح ما بالله هيك اسمه هنا حطيتها فوق الفرش ممدوده مش هيك مريفه يقول لي عملوا ديبريسيون لياقتك افتح معينك عليها بيه اسمع يا منجي نعم لا اسمع هنا ولا نور الهداء هز عليا الصفيه من البيت يعجبك شي مرة فيزا مرة اسمهين المرة جاي ولي لي محرم فويت
انستو بسلمينجي عايش. هيا باي باي. شنو هو؟ بعد عايش خويا. شنو هو؟ شبيك يا برج؟ شبيك يا حبيبي يا حبيبي يا بيشتغل زوج الخواف يا ودي ما تعمل حتى شيء نبي يخزر بعد قال ما تعمل شيء عايش كمان ما تقربهاش يا منجي هز عليا الخز من الدار يا منجي حاج لهاني ماشي ومرة جايك تستعملي على الفطور ما نحبش نشوف لا الاسمهان لا نجات صغيرة حاجلة يقوم اخلط على الراجل باش خليه يمشي هكا اش فهمنا يا فطيمة ما هو لاباس يا خالي محسن ما فهم حتى شيء هيك حزيلة في بالها الحكاية نوفي طلعت لها قرعة يا قواني ربك مش عرفتها منجي حجرة ممور انت يا ربي يا زهرتي قمري نجمتي صرمت هي خيلة يا حبيبي يا حبيبي ايش عملت لي انا يا ابي ايش اقول ان شاء الله صفا إيه يا بابا 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 ملا حوت ملا حوت ملا حوت ملا بنا بالذي لا 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 والدوف فوسط الهم ذوبان فريشك تقولك 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 غيبتك يا الفهم صاحبي نعرفك وخي تحب الترية كنت يا ذي هاي ورق تتالي يا اختي حياة الله يرحم والديها هي عطتني كعبتين كعبة لنا وكعبة للفهم هان كنت يا لك هو اللي غاب غاب سهمه صرت انا سامحني ولد عمي بالذي لا 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 ولا فقت بيك سادة وش بيك مكتف غدرك بابوسه وكتفك لا والله عيب عليك لا 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 والله عيب عليك قلت شاي الحوت هي هي الغيره طبعا رخيص غدوة بقدرة ربي على الصباح طيب نشي ليك حكاية سردينة بالزيت النباتي تضرب منها لين تجرس شيء طيب الفهم شيء طيب سم 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 بلاك جايلة سافا سافا يا حياة نورمال اوه انتي هيا عادة قومي جا قاعدة حدينا حياة يرحم بابك خليني نقعد وحدي اوه يا خالتي يا اخي اش صار هو يا سيدي وبرا طلع يخاف من الحيوانات اكثر رجال يخافوا وما يظهروش والله غير عرفتها حسيت قلت في راسي هذاك باش تكون في حاجة انورمال يا اخي احساسي ما خرجش غلط هي مكتوب يا وخيتي اسمع ان من رايي تعود تكلم وتحكي معاه حياه واش نزيد نهضر معاه يا حياه هذيك راهي كامل اليوم راهي تمساح هي عنده الحق يا وخيتي وهو عليا تزوغب وعويناتها هكا يعملوا وزيد اسمع اسمها حياه راكي تمسخري بيا انا ربي اللي عالم الحاله اللي راني فيها وانت راكي تمسخري اش عمل لك يا وخيتي هاو طلع بالحق الصباط ضيق هذاك لو كان نخرج معاه ويجوي براكي ونا والله ما يهرب ويخليني وحدي ليه هكيك باز اسمع انت علاش تفركس على راجل وانت الرويجل قدام عينك شكون هذا الراجل مونجي خوك خلي محسن يموت عليك درسوف انا مشي مشيت نشد دوري الماء مسكينه ما ترقد كان بيه مسكينة ربي ايش فيها تو درسوف الدواء هذا يشيب النوم نعم خد حتى انا عندي ثلاثة ولا سبعة ايام ما رقدتش زعما نمشي نغز منها تنجمش تاخذ منه هذايا ما درتش تشي كان بالغدونس تاع الطبيب من خيتي بزاهر اعطيني كعيبة ولا زوج نعطيك مش ما نعطيكش يا الفاهم اما راهو مخطئ ريت كان ستنس بيها ما عرفتش تحيي جملة لا لا بنتي ما تخافيش والله كعيبة واحدة كاين اليوم بيها مش عطيك كعبة أما ترد بالك كعبة تقسم على أربع مرات بدي كنا وداني مرة إن شاء الله يا ربي يشفينا خلتي نجوة نعم ودي تنسوف
خطيبك هذاك جا ولا مازال؟ يجي الشهر الجاي ان شاء الله، يعدي سيدي رمضان ويروح. مازال مكبش فيه؟ فاهم. باهي انا سكتهم. اسمن مشي لا يا حياتي مناظر. بابا 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 ما الفطور سي؟ كده 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 واحد لو كان مدفون بالحياة ايش واحد يعدي عمره يضرب في سردينة هو عمال يوكل في حوت. قداش قالت تربى مين تاني حبوشة كاملة؟ ايش ربي حلزونا هانا وبعدين حاسة يا لمسي الفهم. السلام. وعليكم السلام. ها فطرت ولا مازلت؟ فطرت كيف كيك وقهوة قهوة. ها مش فليك في البركة أسرع الحوت فيك وشو باهي ليك؟ إيداني شوك في السنون وثاني إيداني شحم في الدم. صعب الشفاسي. واش اللي من هذا اللي عندك؟ واش؟ اللي من هذا قلت الدنيا سخونة مبرد بيها علوقي. ترى شيفة واش رشفة تضرب الحوت وحدك وتزيد تكمل طرف التاي وتحب رشفة لمناظة ما يا سيدي ساعة عليك كنت راح الفين بلا ربي حك لي ظهري خويا. نعم بارك سيدي. واش شربتها لي يا مالا ليموناضة؟ قال لك يا سيدي يا بن سيدي يا محمد سلامة الليموناضة ذي ذاك يستجد متاع بنادم وتمشي في عظامه وعظامه. صح عليك حصلتني مرة أخرى. إياه يمشي تول واحد يضرب ليها قيل ولا بريمة. عقد بالسلامة سي الفهم. صرف المنتف كذبة. زرتها. يا كوكو هاي عاود معي عاود هاي ترى قول المنجي يحب حليلة. ترى بعدين نسمع فيك تتكلم تتكلم ما تفش بيكم كشت. ترى أحمد بويا عرضك في صالة انتي ما تعلمت كين الكلام المرجي. كيفاش بيك؟ طب ما تفهمش في الرومانسية والحبة. عاود معايا قول المنجي يحب حجيلة. ترى من يا مصباح جايح الفريقي ما تعلمك الريفي. ما هذا؟ مرحبا مرحبا بك يا شيخ حامد تفضل جارة البركة. ذا داعي للركوب برداعي. اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي تبارك الله تبارك الله. أي مبروك 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 الحانوت الجديد فعلا دكان رائع. اسمع يا حامد هذه كلمة دكان انساها يا ودي مغوزة مجازان فهمت ولا؟ يا حبيبي حاشك بحاجة؟ لا لا أنا الحيوانات الصغيرة لا تستهويني عشقي وغرامي الحيوانات الضخمة ايش عندها شخصيات؟ بيه اسمع تعرفش كيفاش المرة الجاية أرجع لي تو نشوف لك فيل ولا كركدر. تعيت تعيت اي اتركك في امان الله الى اللقاء. يا حبينا شبيه يا اخي شوف وين بيقف الحشرات هنا. يا كوكو اسمع فيه شي قوله عرقاص. يا حبينا يا اخي شبيك زفر كبير انت يا ودي مش لي لينا الكلمه الكلمه هامي صاحبك حال زول فهمت ولا؟ بي ركز معايا معمولك الرب يقول المنجي يحب حجيلة. اي ترى هني نسمع فيك. هني عرقاص يا حبينا يا طوالي. حبيبيش رقد؟ اي انا نرجع تاكل الحطات وحدي ها؟ تاكل الحطات وحدك ما هي الشوك مش تحركة لا انت درك برم 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 برم
شرف. أمي وتجيك لمي. كيما يقول نسيبي الأزرق زقط طريق القط. جامي جامي ما نقدرش نعيش انا مع راجل خواف، شي اقوى مني لها غالب. يزيني عاد من الهبال يا حجيله، شنو اثرت فيك الحكايه لهالدرجه؟ اسمع يا حجيله ورحمه بويا العزيز الغالي، ما تلقى الخير كان في الفخار الزمني، اما هكا ببوش بمصر شي راهي حكايته فارغه. هو جاوب حجيله عايش بنتي، اسمع كلامي. عسلامه. لا لا يا خويا ما كان حتى بخبلان. أبان عندك فوبيا على الحيوانات؟ وانت علاش خبيت عليا ما قلتليش؟ راك درت لي تبهدل قدام الناس. هذه حكايه فارغه با بوغ موا. ما نقولك حاجه بسلامه وكوبي، راح تلعب على روحك. اش قال لك؟ يطلب في السماح خونا العزيز. بجاه ربي يسامحو يا حجيل، والله لو كنت تسمع كلامي وتاخذ وتربحو ماهوش دوني بالكل. مش ذنبو المقبول، بوه مات وخليه عمره شهرين، تربى راسه وراس امه، اش تحبوا يعمل؟ الكل على حكايه ام البويا. يا اخي انت باش تسكن به في الغابه؟ من لو كان لقيته يطرز على قرقيف اش تعمل؟ اسمع يا حجيله فك عليك منه، والله لو كانك توافق من غدوه نهز فطيمه وحمادي ونمشي للجزائر ونخطبك من عند امك. امها ماهيش في الجزائر، في فرنسا. محسوب، والله لو كان نعرف نمشي نقطبها من بوتفليقه بيدو. وطوه مش يبدأ الفيلم. أبا بوش أبا بوش أود المنظر المنظر أبا بوش نوز المكينة بتاع القهوة التكلات بتاع على المنظر مش شايف تاريش ريش نوز يعود ريش سيداتي مش قدم لكم الفيلم تلوبية الفيلم الحدث بطولة الرقاصة العالمة حنجونا هانم تطررررم تطررم العزيزة من يوم ما طلت هالطلة عملت لي عزيزة